بالنسبة للوحات اليوم هي عبارة عن أربع لوحات، لوحة القافة، لوحة الوجه، لوحة الشاشان، وفي عنا لوحة القامات. القامات هي عبارة عن مشان يبين الفارس الشركسي مدى قوته وعمليته فعاليته باللعب القامات أو بالخنجر أو بالسيف. لوحة الشاشان بيظهر فيها بطولاته وأثناء سفره خارج المناطق اللي كانت عادة بيحارب فيها خارجه، بالإضافة لوحة القافة ولوحة الوجه. لوحة القافة والوجه هي لوحات راقصة هادئة معبرة، فيها تعارف، فيها حب، فيها كثير من الرومانسية.